يعني الاسئله الانسانيه كثير. شوف السؤالات مثلا في هاي هيك والله انا تعبان من الصبح وانا في اسمه فاكيد يعني زعلان من الناس اللي بتجي سهل. شايف؟ لا انا مكيف. The amplitude of the phase and phase spectrum of افق احكي لك انا بزعل كيف لما حكي الدرس وجهه نظري. اذا بحكي لك ان عندك ايه امبليتيود يعني فيها سبيكترم اوف افق اوميجا يساوي 1 على بحكي لك اذا علمت انك تمشي من تايم اوف تي تحويله هي افق اوميجا ايوه هذا امبليتيود فيز يعني مش امبليتيود لحاله هي او فيز هذا بطلع منه امبليتيود فيز بدي الامبليتيود فيز. طب بدون ما اشوف السؤال بدون ما اشوف الورقه روح نحل كل شيء طلعوا لي امبليتيود هذا 1 على الدرجه الثانيه 4 على الاقصى بالضبط كان زمان قاعد تحكي لي كامبليتيود ما اعطيك الفانكشن مش جاي لك حوله بعدين طلع لي امبليتيود فيز. شوف ما يصير السؤال انت يعني دائما حكى لك روح وزع هون عندك بس نقاط وزع امبليتيود البسط زائد امبليتيود النقاط امبليتيود البسط واحد واحد تربيع زائد صفر تربيع تحت الجذر واحد او واحد خلص ريال. شو الامبليتيود تاعها؟ واحد دائما الفا زائد جي اوميجا. شو الامبليتيود تاعها؟ الفا سكوير بلس اوميجا سكوير تحت الجذر تمام. والفيز طبعا فيز كان اندرس هو اوميجا على الفا بكل بساطه فيش اصلا جزء ايماجينري فبصير واحد تربيع زائد صفر تحت الجذر او هي واحد اصلا يعني هون اربعه زائد اوميجا تحت الجذر هاي الامبليتيود والفيز كان للبسط ناقص تاني جزء اعطانا دير بالك من هذا الشيء ما اعطاناش شيء هاي فيز خالد مياس كيف هذا الشيء لازم تكون عارفه خالد مياس بشرحوش بالمره طيب ماشي هذا الشيء شيء عادي مش شيء يعني انك انت بتخترع فيه هسه عرفت لك كوانسي كومبلكس ممكن اجيب بكل بساطه زي قبل شيء ما حطيت لك امبليتيود طلع الامبليتيود بتاعها بس بتشيل الفيز طلعت هناك الفيز شو اسمه هون الفيز الفا زائد جي اوميجا طلعت الجنرال بس القاعده كنت عرفتها انت مين زائد ثلاث جي شو الامبليتيود بتاعها؟ جذر الاول تربيع طرف الميل الثاني تربيع اثنين تربيع اربعه ثلاث تربيع تسعه جذر 13 بس هذا طول طبعا طبعا تقدر تخلي عليها اسئله بس هون بدون ارقام الفيز عباره عن وطبعا هون حاله البسط المقام توزع الامبليتيود البسط امبليتيود المقام امبليتيود البسط افضل من نفسه امبليتيود المقام الجذر في عندك الفيز هو تان انفرس بشكل عام هذا الفيز تاعها شو هو الفيز تاعها تان انفرس اوميجا على الفا اوميجا على الفا طب هون عندك بسط ومقام هون فهو عباره عن تان انفرس البسط ناقص تان انفرس المقام دائما تان انفرس البسط ناقص تان انفرس المقام طب شو تان انفرس البسط صفر ليش على واحد لانه دي سي تان انفرس في لا صفر على واحد وين جزء الواي واحد زائد صفر جي هاي البسط واحد زائد صفر جي صفر على واحد البسط تقدر تعتبره كمان تان انفرس للبسط ناقص تان انفرس المقام شو البسط عندك صفر على واحد تان انفرس الصفر على واحد ناقص تان انفرس للاوميجا ماينس اوميجا على 2 فهي هون الصفر على 1 هو ماينس اوميجا على 2 هاي شو بنتجها؟ تان انفرس الصفر تان انفرس الصفر تان انفرس الصفر اللي هي هاي التال بس هي صارت كوس او جنرال الحال كيف نفس الصفر اصلا كانت في القاعده تحكي لنا انه لما يكون عندك واحد على شيء الفيز الهم وسالب الزاويه بس وهي عن جد سالب الزاويه يعني مش انت لو كان هاب البسط انسى الواحد لو كانت هيك الزاويه شو تاني انفرس تبعها وتاني شو الزاويه لهذا وتاني انفرس السالب اوميجا يعني تاخذ الاشارات دائما السالب اوميجا على 2 طب هون لما تكون مقام بسط مقام بقول لك بس حط سالب جنبه لانه هذا الواحد اللي بالبسط راح شو ينتج منه سالب بس ليه هي ما تعرف تكون سالب معناتها تنتج منه هاب كامل سالب تاني انفرس لهي هاي راح تكون هاي راح ارجع ايش تاني انفرس الاوميجا على 2 شو الخيارات؟ يعني هاي الاسئله سهله جدا ما الاف اوميجا ماجنيتود تساوي واحد شو مليوني واحد على جذر اثنين زائد جي اوميجا سكوير خطا في جي كيف جبت الجي اصلا الجي بتروح مباشره حاط لي هون جي حاط نفس المعادله هاي بس هون جي خيار الثاني جذر بالبسط جذر 4 زائد اوميجا سكوير بالبسط كيف بتشوف هاي البسط فوق المقام لازم يكون بالمقام خيار الثالث واحد على جذر 2 زائد اوميجا خيار الرابع واحد على جذر 4 زائد اوميجا سكوير يكون هذا الخيار الثاني تشوف انه ثيتا تساوي سالب تان انفرس الاثنين على اوميجا خطا سالب تان انفرس الاوميجا على 2 تان انفرس الاوميجا على 2 سالب تان انفرس الاوميجا على 2 اللي هو الخيار هون بيطلع هون هلا حاط لك خيار سي 1 ماينس تان انفرس خطا وفرع بي اللي هو الفرع بي هون او الفرع بي تمام اوكي يعني هيك انتم طلعوا عليهم سهلات جدا حسب الخيار اصلا كيف الفرع البيتي طيب ماشي شوف هذا السؤال يلا حلو هي اسئله الفصل الماضي بس يعني
ركتين بقول لك ركت عشان يحل على بلاستيك ولا بلاستيك مش عارف تمام باور انرجي السريع باور انرجي برضه ما نشغل انرجي ما نشغل إذا علمت إن عندك شباب رأسوا معي إيش؟ طرحت له برأسه صلى الله. يعني السريع شرحت إنه في حرف تعيس. صلى الله. خليك قاعد إذا حلا بس. استانسين. ركت إذا علمت إن عندك أوف تي إيكوال تو ركت تي ماينس ثري أوفر فور. موجود ليه في الطريقة بس. إذا علمت إن عندك الأف أوف تي هي عبارة عن ركت تي ماينس ثري أوفر فور موجود ليه في أوميجا. شو حكينا؟ وين ما اشوف ركت وين ما اشوف اوميجا شو بسوي؟ وين ما اشوف ركت وين ما اشوف سينك ماشي سواء بالكامل بالفريكونس ايش بعمل؟ بحط بين الركت والسينك ماشي بحط بين الركت والسينك بدون ما افكر هذا فانكشن اوف تي بدي اوف اوميجا ركت تي اوفر تاو تعطينا تي سينك اوميجا تي اوفر تو هاي البير وصلنا نقطة معكم تحكون بعطيك اياها تكتب فاضي شيء ممتع يعني ما تخربطوا شيء ركت دالت التايم جراح وهي ركت دالت التايم خلص بس مباشرة شوف بس بقارن هاي بدون الفيس الفيس ما حد تمام وبقدر احكي شيء ثاني هاي الصابون مش عاجبتني اقسمها على اربعه تكثر من طريق هاي على اربعه راح يكون لازم هاي هاي اعتبرها ايش تي على تاو تساوي تي على اربعه وهذا فيس كامل عاد تقدر تحلوه هنا تي عفوا تمام هذا فيس بتنتج النهاية تي عتاو بطابق هاي مع هاي تي عتاو ساوي تي عفوا إذا تي هاي إذا تي شو تساوي أربعة تي تطلع حول هاي فوق تي زيكو تفور طبعا هون إيش ما حطيت إيه بقدر أحط هون إيه هون إيه بس إيه واحد ما فيش داعي منها ريت إيش أربعة سين إيش يوني بس عوض فيه بس عادي معادي بعد يلا فيها تمام شو بدك أنت هسه بتهوش هاي بده ركت إذا بدها مثلا بده إياها ثلاث ركت هون ضرب ثلاث ضرب ثلاث بس إذا رجع عنده ولا اثنين زيادة اقسم عليها وبده إياها ركت لحالها الموضوع سهل جدا هو بده إياها مع إيش مع شفت ركت تي أوفر فور ماينس تي أوفر فور وبده هاي ها شو هو اسمه تمام اللي هو هاي قطعة بس هاي أربعة سين تو أوميجا ما في إكسبونينشال شو الإكسبونينشال جي أوميجا تي مكان تي بعده شو تي ما نسيت وجد جاهز إيش تقول إنك زمان إذا كان شفت وسكيل شو بصير راح تخربط ده راح نعوضنا الأول بداية وسكيل هاي نحكي وسكيل راح نعوضنا وسكيل بالأول أحس مين بحث من هاي يعني في واحد بكل بساطة بيقول لك أنا يا أخي ذكي بالفورتيس هاي ركتي روح حولها روح حولها شو تحولها ركتي هو يعني عوض تي واحد تاو واحد حولها يعني صفات هاي كلها هم يقعدني هاي تحول ركتي راح قلت بساطة حولت هاي وهاي عطاري بحنا تايم ترانسفورميشن بالفورتيس الثالثة تايم ترانسفورميشن اللي هو لما يكون عندك إشي هون قسمت على المعامل وفي المعامل اعتبرها واحدة هاي كاملة أربعة قسمت على المعامل شو عمل واحد على القيمة المطلقة لإيه؟ هاي بعد كان كثير هاي تقدر تطلع فوق وكل أوميجا قسمها على إيش؟ كل أوميجا قسمها على إيه؟ على إيه؟ يعني هون بالمقام صارت أربعة هاي محل واحد طلعت اثنين فوق إجباري يطلع صح وفي عندك إكسبونينشال جي أوميجا بسبب الشيفت إكسبونينشال جي أوميجا إيش؟ في ثلاث بس حساب ثلاث في فاقد على أربعة بالمقام أربعة بس ليش ثلاث جي ليش ثلاث أربعة ليش ثلاث أربعة كده ما هو شفت كم شفت كم شفت بعدين نرجع للصفر عشان تقسم كل أوميجا أو أنت لو جزئت ما فيش داعي لو عملت بالطريقة الثانية يطلع الشفت بس بالثلاث مش ثلاث أربعة صح بالكير تخليها هيك تمام وبتعوض الاكسبونشال هون شو هو كان طلع الاكسبونشال ماينس جي اوميجا اكسبونشال جي اوميجا في بي على ايه شو بي لي ثلاث على ايه أربعة بس كله صار تمام حلو هاي 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 اربع خمس طرق تمام بحكي لك اذا عندك كان هاي السؤال جاي فصل الماضي
كذا كذا علمت انه اكسبوننشال اكسبوننشال ماينس القيمه المطلقه اكسبوننشال ماينس القيمه المطلقه تي بعطيك كذا 2 على سكوير مس على كم مره حلينا هي جاي السنه الماضيه بقول لك بدي تحويله ايش بدي اوه هذا جاي عليك خليني احطه احكي لك هاي ست علامات هذا السؤال تمام كذا يعني انت عندك البيرغاف مش حلين عليك يعني لسه سهل ايش تحويله 2 هم بنسافر بس وين يعني انت انه هذا الفانكشن الثاني هاي تحويل الفوري ترانسفورميشن 2 على اوميجا بلس 1 هيك انسين ذا فولوينج 3 كويستشن ست علامات ست علامات فعلا سهل جدا عارفين الفكره فايند فوري ترانسفورميشن 4 الاول 2 اكسبوننشال ماينس 2 تي شو هاي؟ حكينا عنها. روح عندي ديوالتي. حينها بسرعة ومشتوك. فين؟ في سكير بسوري. معطينا. 2 باي. اكسبوننشال ماينس. اوميجا. مع السالب. السالب تروح من الفكرة المطلقة. هو شو بدك اثنين؟ هي الاثنين خليها معناته. بدك اكسبوننشال ماينس 2 تي. معناته كل. اوميجا حط فيها. اوميجا بلس. شو لانه الفريكونسي شفتين. هاي التحويل. هاي الجواب. ايه؟ شو ماينس 2؟ هاي ايش اسمها ارجعها فريكوينسي شيفت فريكوينسي شيفت هاي شيء اشاره بس انه هذا فريش عشان هيك خربطه مش في سالب هو جوا سالب اوميجا ايش مش حكينا في حكينا سالب بس ما هو الاوميجا هو قيمه مطلقه يعني مجموع لها اثنين مش هذا لا انت خلص شيل السالب ما تخرب هذا الشيء هاي الخيارات باي اكسبوننشال اوميجا ماينس 2 باي اوميجا 2 في اكسبوننشال ماينس 2 اوميجا باي كوساين اوميجا بلس 2 كل الخيارات بينات غلط الخيار الاخير اللي هو 2 باي اكسبوننشال ماينس اوميجا بلس شو الخيارات كيف فاهم علي الخيارات ايش انه باي اكسبوننشال ماينس اوميجا بلس قبل الخيار الاول كان هاي ماينس هو مش شيء هاي اصلا ما حد بيعملها هاي ممنوع تلعب فيها على اساس راحت يعني هاي اصلا لازم تضل موجوده حتى لو لعبني هو الحق زائد ناقص او بالعكس او النقطتين سالب هاي لازم تضل لسه برا ما بلعب فيها انا بلعب قاعد جوا اوميجا كل اوميجا بشيلها بحط مكانها اوميجا الخيار الثاني اوميجا اوفر 2 اكسبوننشال ماينس 2 اوميجا الخيار الثالث 2 باي كوساين منين جت كوساين الخيار الرابع اللي هو جوابنا 2 باي اكسبوننشال ماينس اوميجا بلس 2 فرع بي فرع الوراق قصدي بناء على نفس السؤال بقول لك علمت انه هاي عرفتيها حولناها استخدمنا الديوليتي واستخدمنا اكسبوننشال شفت اي شيء فايند فور ترانسفورميشن 4 التكامل سالب انفينيتي لايش؟ اكسبوننشال ماينس تكمل وراء قول لك فاين انسر ذا فولوينج 3 كويستشن قول لك اوجد لي اذا عليك هذا الفانكشن ما فهمتي اوجد لي فولوينج 3 كويستشن هذا كم سمها جدول والله ماشي طيب تمام اكسبوننشال ماينس تي شو هو اصلا تحويله هي كملت بالتايم شو يقابل بالفريكونسي اسمع دي اوميجا سو ايزي زائد باي اس 0 ف وحشين انت اسمع باي دلتا اوميجا عارفه في الزيرو شوفه في الزيرو عوض الفانكشن هذا زيرو عوض زيرو في الزيرو باقي لنا نحط جي اوميجا عوض زيرو اثنين شو الجواب؟ الاول 2 على اوميجا بتربيع بلس 1 مش حاطط جي اوميجا بلس 2 باي دلتا خطا الخيار الثاني 2 في جي في اوميجا على اوميجا تربيع بلس 1 زائد 2 باي دلتا اوميجا لا حاط هون 2 جي اوميجا ضرب 2 جي اوميجا هذيك كان ديفرنشيشن هو دي باي دي تي نضرب جي اوميجا كل جواب هذا بي الخيار الثالث مش ك 2 على جي اوميجا في اوميجا سكوير بلس 1 بس قانون طبقته مباشره بس طبقت هون اكس ماينس تي معطيني اياها بير هاي تحويلها بدي تحويل هاي انت كاملت بالتايم تكامل بالتايم مقابل قسم على جي اوميجا بالفريكونسي بلس انيشال كونديشن باي دلتا اوميجا انيشال كونديشن اف اوف 0 طب لو استقيت التايم نفس ليش بس ضرب نفس هذا ضرب الجي اوميجا من دون انيشال كونديشن انيشال كونديشن بيجي مع التكامل كلها موجوده يعني قدامكم بتقروا الماده وتشوفوا كنا عارفين نفس بس اوكي في حد ما اخذ جواب اوكي في عندنا ايش 2 على جي اوميجا في اوميجا سكوير بلس 1 زائد 2 باي دلتا هذا الجواب الصح خيار دي 2 من دون انيشال كونديشن فخلاص بقول لك فرع سي فايند فور ترانسفورميشن 4 هذا السؤال حلو فايند فور ترانسفورميشن 4 لساتنا نفس السؤال ست علامات لحد الان وانت تستلم تضبط اكسبوننشال ماينس 3 وتضبط اكسبوننشال ماينس 3 وتضبط ايش ما نضبط كونفولوشن خليته جدي هذا هاي تربيع هاي تربيع
بالضبط هنا راح تقول عادي مو هذا هذا جود ضرب عادي هذا كولر حصير 4 على اوميجا سكوير قسمه الكل تربيع استاذ شباب تمام بحكي لك بدي بدي الكونفولوشن بين اكسبونشال ماينس كونفولوشن كثير مع اكسبونشال ماينس كونفولوشن كثير يعني لسه اسئله اللي مش حلينا مش حلينا نفس السؤال بس كان في هون بلس يعني في اكسبونشال شفت او غيره لا هم بقول لك ببساطه بدي هاي كونفولوشن حاطه هذا حول الفوري ترانسفورميشن وهي اللي عندك هذا حول الفوري ترانسفورميشن هاي اللي عندك ضرب عادي 2 في 2 يصير 4 على اوميجا تربيع بالضبط الكل تربيع هاي خيارات على اوميجا تربيع نص واحد الكل تربيع ما تروح شرف لي جابت صح هاي لا مش عارف شوف لا غلط ما خليك يا برجع برجع لك اياهم خلص في داعي تناقشوا على الموضوع ركزوا معي دي فلانج ستيتمنت از ترو دي فلانج ستيتمنت از ترو دي سبيكترم از ديسكريت دي سيجنال از بيردك اند ايف يلا هاي دعم على The spectrum, one of the different segments is true. The spectrum is discrete. The signal is periodic and even. Clear B. The spectrum is discrete. The signal is non-periodic and good. The spectrum is discrete. شو يكون؟ For your series, the key. فلازم يكون periodic. الخيار في يوم periodic سهيد. في فرع B وفي فرع C. اللي هو الدائرة الأولى. الدائرة الأولى المحوشة. يقول لك, this following statement is true. فرع B و C تستفيه ولا هو non-periodic. ما بيحكي عن for your series. هو periodic. شوف كيف تستبدل غيرين وانت تسمح لك شيء فرع دي و اي لكن تسبقها مستفيد دي سيجنال از بير لك اند جود معليش بك عم اول صفحه تمام هاي السيجنال شو مالها؟ اود ولا ايفن؟ اود هم قالوا لي جاي كم هاي؟ مش مبين القيم لا اود طب انتوا ليش تغلبوا حالكم بالتفكير؟ بس انا مش انا عندي انا اقول لك ايش هو الدول ايفن انك تعرف ايش هو الدول ايفن بالضبط مش انت عندك اوميجا نوت اوميجا نوت بحد ذاتها بجنبها واحد دي فاوندمنتال فردي 2 اوميجا نوت هي زوجي 3 اوميجا نوت فردي شوف لاحظ عندي اوميجا نوت حاط بس عندي كبير دي على واحد يعني لازم يكون فاوندمنتال فريكونسي الثاني ورا حاط صفر حاط يعني هيك حاط على الرسمه هاي الرسمه حاط هون هيك يعني واحد هون مش انه ملغيه يعني حاط لك هيك اسهم بقول هي الثانيه هي الثالثه مش لاغي لي شيء وانا مش معطيه قيمه بدي اعرف انه ممكن ما يصير اضرب لا حاطط هون دائره يعني هيك بدي هون فاي بن زيرو بالفانكشن ما شاف ما راح يكون هسه على اوميجا نوت هي اول وحده بس مش معطاه القيمه تاعتها فبدك تعرف لحالك انها هي فاندمنتال فريكونسي الهارمونيك الثاني حاطط انه وير على الزيرو زي هي فهي زيرو فعند كل ايفن قاعد تعطيك شو صفر يعني فانكشن فالفانكشن اود وبيردي وايش سبيكترم سبيكترم ديسكريت بس الفانكشن بيك تايم طيب كان خيار ايش دي صح دي دي قلت دي كنت قلت دي ام على ايه ربع ربع خيار دي على الاسماء لا اخر دي دي تمام شباب ركزوا معي ايش كان كنت نص فانكشن بيك تايم كنت نص احكي لك دي سبيكترم از تحويل سبيكترم السؤال دائما بس فهم السؤال بس اللي جاب انت ما تبعتش كل ايش صوت وعدي كل يطلع بطلع عادي شو الاجازه؟ يعني في امتحان الثلث في زيرو 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 فرق انتو زي حالة دولة ما فيش حالة دولة تمام خلينا نشوف هذا السؤال شوف هذا السؤال حلو كثير يقول لك for a transformation for تكامل صحيح أخو كبير يساوي التكامل سالفة جين 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 تي لإيش لسيجنال تاو شوف هذا السؤال فكرته ما أحلاها في كوساين تو باي ركزوا معي شوف هذا تي ماينس تاو شباب مين هذا السؤال اللي شاركني فيه؟ اول احكي لك هذا الفانكشن بالتايم فور اف تي بدي فور ترانسفورميشن تاع نقلب له بعدين انه راح ممكن اشد كيف يصير فكره احسن من هذا الشيء تكامل ليش تكامل بالتايم يا زلمه هذا شو تكامل بالتايم بدك تكامل هذا انه تكامل تايم بدك تروح تحل السيجنال بيناتهم ضرب عادي هذول بدك تروح تحولهم لكونفوليوشن ماشي بخليها سالب انفينيتي لزيرو الكونفوليوشن ماشي بتحول للدوت بالفريكونسي بس الدوت بالتايم كمان بتحول الكونفوليوشن للفريكونسي فبتعرف بعدين ما فيش فيه يعني بتحول هذا الفريكونسي وهذا الفريكونسي وهذا زي ما حكيت انه مقسم على اوميجا بس هذا الكونفوليوشن بينه بصير الفريكونسي هذا الخيار استفيد هذا نفس الكونفوليوشن هون هذا الجواب هذا هو عباره عن كونفوليوشن للسيجنال مع كوساين هاي قاعده الكونفوليوشن لا
هاي قاعدة convolution. رجع لقاعدة convolution كل بساطة كانت تحكي لك يعني function أول convolution مع function الثاني هو عبارة عن تكامل زائد infinity لانفينيتي للفانكشن الاول عالي حطه ممكن يكون دلتا سيجنال اي شيء بالفانكشن الثاني واعمل له شيفت يعني حتى انت كيف تعرف انه عندك كومبليشن حاطه تي ماينس تاب هو بدي تاب هو انت كان مسوي انفينيتي انفينيتي تو فانكشن كومبليشن هاي نفسها معناها هي سيجنال سي كومبليشن و ساين تو بار سي بالضبط هذيك بس انه حاطه اصلا كومبليشن ثاني تكامل خلص هذا شو اسهل ولا اسهل مني حول سيجنال لفور ترانسفورمشن اصلا هو بيض بدك تحله حل نحله مرتين اثنين عجمي ضرب عادي او دوت في ايش هذا هذا تروح عجمي بتحله شو هو كوساين حكينا كوساين الصاي او الاكسبوننشال مالهم مزز مالهم قيمه نهائيه بتدور على فانكشن محور في فانكشن محور ايش السيجنال واحد عادي واحد اهم منهم واحد الواحد بالتالي هل في لك لا بدك يعني فريكونسي اثنين بدك تطلع البيان الدلتا الدلتا بعطيك واحد باي دوليتي واحد بعطيك تو باي دلتا اوميجا ماينس بس الدلتا ما بتاثرش فيها الماينس خليه هيك انت شو بدك كوساين 2 باي تي يعني شيل هذا حط كوساين 2 باي تي شو تاثيرها شو تحويلها شفت يمين شفت يسار اقسم على اثنين هون معروف هذا الشيء كله معروف دلتا اوميجا ناقص اوميجا ناقص بلس 2 باي اوميجا ماينس هذا كامل حطه هون باي 2 باي اوفر جي اوميجا خيارات الخيار الاول 2 باي في دلتا اوميجا ماينس 2 انسى الخيار الثاني 2 باي على جي اوميجا في دلتا نفسه بالضبط خيار بي فرع بي الخيار الثالث 1 على جي اوميجا مش موجود 2 باي نفس الخيار او حرف اللغه اذا جواب بي اثنين دول ما نجح سيجنال تحويل اثنين على جي اوميجا ويوفتي واحد على جي اوميجا بلس باي دلتا اوميجا او حل السيجنال حل السيجنال سيجنال عبارة عن يوفتي ماينس يوف ماينس تي أو تو يوف تي أو تو يوف تي واي ماينس يوف تعال نحل نذكركم فيهم هاي أشياء عشان ترجع تسووا يوف تي شو تحويله بيطلع واحد عجيبه زائد باي دلتا أوميجا زائد أو ماينس واحد عجيبه ناقص زائد ناقص باي واحد على ناقص جي اوميجا واحد على ناقص جي اوميجا هاي هو يو فاينل سي انفرس ان تايم ليد تو انفرس ان فريكونسي يس اور نو واحد على ناقص انفرس ان تايم ليد تو انفرس ان فريكونسي يعني كان كل البروبرتيز يغلبون يعني انا اقول لك ان عندك فانكشن بتاع اوف تي عندك تحويل بس رحت عملت لك مثلا اف اوف 3 تي كان تقلب تقول واحد على قيمه تطلع 3 وكل اوميجا تقسمها على 3 بس السالب لحال بحد ذاته كانت مباشرة نقول أف سالب تي هي نفسها تحويلها أف سالب أوميجا ليش؟ لأنك راح تقسم واحد على قيمة منطقة السالب واحد اللي هي واحد في أف لأوميجا على سالب واحد يعني أف أوميجا سالب أوميجا فإنفرس إن تايم ليد تو إنفرس إن فريكونسي دايركت مباشرة فهي هي فهون بس راح سالب هون سالب بس هاي عندك سالب برا دخلها هون هاي سالب هاي راحة أصلا مش إنه يعني سالب مع سالب ترجع هي جنبها هاي راحت من هاي واحد عجيب زائد واحد عجيب ومن تو عجيب مش محتاجين خلينا نحلها هاي تو ثري واحد عجيب ومن زائد باي دلتا اوميجا الحين واحد واحد شو هي؟ واحد الثاني دلتا 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 اعطيك واحد اثنين واحد اعطيك تو باي دلتا اوميجا مش هنا بحطها هون ماينس ماينس كانت واحد ماينس تو باي دلتا اوميجا دخل اثنين هذول او انت حافظه غير اصلا سيدي يلا احنا نكتب على جي اوميجا بس او انت اللي قلت لك اياها اوكي سؤال على البوابه ايه سؤال على البوابه اوكي شو بعض افكار الشباب هاي افكار دي نقبل انت قلنا في الامثله شرحك كويس بس خلص شوف هذا السؤال بدنا نسيت شوف هذا السؤال حلو لي هذا فانكشن بتاعه شو رايك كل واحد طلع ورقه وحده مستحيل حلو لي هذا فانكشن بتاعه مدف اوميجا اه
يلا ليش دوليتي ليش ليش وين تشوف كونستنت تذكر مباشره في الدير دلتا والله وين تشوف كونستنت هل كونستنت اعتبار جين سا اه صح في اوميجا هاي اعتبرها بعد ما بعتبرنا ما فيش اصلا اوميجا تدخل هاي هي وين تشوف كونستنت دير دلتا والواحد دلتا بعطيك واحد اذا باي دوليتي واحد بعطيني 2 باي دلتا اوف ماينس اوميجا بالماينس بتروح بسبب ان الدلتا ايفن فانكشن اضرب كل اليمين شو بدك اضرب 2 باي جي two g اللي بدك اياها بالفانكشن بتاعك تحويلها 4 باي سكوير g دلتا اوف اوكي الوراء انا عشانكم حلو مش فارق عندي ليت اف اوف تي بي بيرد سيجنال افري 2 باي such that اف اوف تي از ايكوال تو ماينس 2 تي سكوير افرض ان عندك فانكشن متاع الفتره من سالب باي لباي ايش الفانكشن هذا ماينس 2 تي سكوير طب سؤال حلو هاي الافكار كلها حلوه كل فكره تعطيك علامتين باعتبار انك اصلا حتى لو ما اجتك تكون وسعت مداركك هاي المنهج اوف تي بيرد افري 2 سالب اذا علمت ان عندك اف اوف تي متاع كل 2 باي فعندك الفانكشن اف اوف تي هو عباره عن سالب 2 تي سكوير وتي بي تنتهي من سالب باي لباي اصلا حاكينا هذا الشيء هذا افري 2 باي مين هي حاكي لي النتيجة بتحتوي من سالب باي لباي the average value calculated based on the Fourier series expansion can be the average value DC DC value C note calculated based on the Fourier series expansion شو كانت القاعدة function of time C okay واحد أكيد Fourier series مزيد منه يبغى لنا إخوان الفونكشن بتاعي سنشر ماس جي كي مجنون تي هو واحد باي باي قصة هذا يعني مجهوش نقعد على امتحان نتسلى فيه إذا عرفنا نتسلى هذا سايب هذا باي باي راح يصير عليك بكل بساطة أقول لك بدي وات إز أفرج فاليو في قاعدة الأفرج فاليو طب أنت أفرج فاليو يعني عند كي تساوي زيرو أو الدي سي فاليو أو أصلا هالقاعدة حفظ يعني إنك شيل إكسبونيشن أو أصلا هذا كله زاوية يعني تقدر تعمل من زاوية أو أصلا انسى كل شيء الأفرج فاليو أو الدي سي فاليو أو سي نوت هي كي تساوي زيرو هيدا ما كاتبها سي نوت يعني كي تساوي زيرو هروح وأصلا كان هالقاعدة تحكي لك سي أوف كي تساوي واحد على تي نوت تكامل زيرو تنت إكس أوف تي بس عند الدي سي هو بده دي سي شو بيجبرني احل سؤال كامل بعدين بعد ما احول الفريكوانسي اطلع له دي سي فاليو او اجي عند الصفر بالكيل لا بكل بساطه كان في قاعده موجوده كله موجود قدامكم وتتفرجوا عليها وتشوفوا بتوتوا على الكلام بتحكوا من الاسئله وشو هذا وين شو اجى كله موجود بس كامل بحكي له حاكي لي كل شيء تكامل من سالب باي لباي هاي الفتره المتاح عليها بالواحد على 2 باي حاكي لي افري 2 باي معطيني السؤال بكامل تفاصيله كامل حله معطيني علامتين هذه واحد على 2 باي تكامل سالب باي لباي للفانكشن سالب 2 تي سكوير تي تي هاي السؤال خلص هاي علامتين دي افرج فاليوز تو بي دي دي سي فاليوز تو بي دي سي نوت از اذا ايش بتصير عندك سالب 2 كامل بس على 3 تي تي اشتقوا عشان تتاكدوا 3 تي سكوير تروح ثاني مره طالع المسار وعندك 2 باي كونسبت التعويض من ايش؟ من سالب باي 3 لباي شو بطلع؟ والله راح نحط صف سالب واحد على ثلاث باي عوض هون ناقص شوف شو راح يشتغل هو بده يغير الكتب ولا اشياء زي هيك حلو السؤال كان بعدين تغلب باي تكعيب ماينس من اصلا مقابل التكامل الطرف الاول ماينس الطرف الثاني تعويض هذا سالب الضرب سالب التكعيب مش اس 4 وتربيع فهي كان ينتج منها 2 باي تكعيب على باي ما تنسوا السالب باي راح تقوم حالي صفي تربيع صفي جواب سالب 2 باي سكوير اوفر 3 كيف عرفنا التي نوت بس 2 باي؟ كيف حكي لك السيجنال اخر تي از بيردك افري 2 باي وذ معطيك الفانكشن تي تحت تنتمي من سالب باي لباي يب ليفرج اللي كالكوليتد از حكي لك طيب طلع هيك ومحطوط الخيارات خيار A سالب 2 باي تكعيب تربيع اوفر 3 هي شوف خيار B سالب باي تربيع بس غلط خيار C سالب باي تربيع اوفر 3 خيار D باي تكعيب اوفر 2
كم تنوم على كل شيء باور لا بظن ماسك كل داخل بدي يطلق تمام اكونتينيوس خليها هسه اشرح لكم انا بدي اسمح لكم كم واحد لابلاس بس وخلص اكونتينيوس تايم بيردك سيجنال از جيفن باي اكس تي از ايكوال تو 4 بلس 6 كوساين تي معطيك فانكشن تايم فور يور سيريز تمام او تي از ايكوال تو كوس 6 اكس اوف تي بقول لك انها عباره عن 4 زائد 6 كوساين أربعة ونص. هاي بس الحلم. قولت عند عندك إنه عندك السيجنال هاي. إكس أوف تي هيك. Continuous time period signal is given by X of T. Then its Fourier series coefficient C one will be. إنتو سير واحد. سير واحد. وبعد تسألكوا أسئلة سوين. يلا نبلش. What is DC value? What is average value? What is C note? أربعة لحالها لا بضرب باثنين ولا بقسم على اثنين ولا بجمع لها ولا بسوي إشي. وإذا ضرب مني فيها زينها كمان نفس الشيء ضرب أربعة. تمام. رؤية مختلفة. What is first harmonic? روح طلع من first harmonic طلع الأوميجا نوت أصلاً. إذا طلع الأوميجا نوت صح عشان الحين صح. إذا طلعت غلط كل سؤال غلط. أوميجا نوت تساوي واحد. أوميجا نوت تساوي واحد. فتو أوميجا نوت اثنين. ثري أوميجا نوت ثلاث. أربعة أوميجا نوت أربعة في واحد. خمسة أوميجا نوت خمسة في واحد. فهي تبعت الأربعة ونص مش موجودة فعلياً. تعيك الأربعة ونص هارمونيك زيادة يمكن ديستورشن يمكن أي إشي يمكن إشي داخل أسيستنت ما هي فيه فلاحظوا معي هاي هاي خدعة شو أوميجا نوت واحد شو يعني ربع ساعة زمان بس كم ربع ساعة أقل لأنه فأوميجا نوت عندنا كم هون واحد تو أوميجا نوت اثنين ثري أوميجا نوت ثلاث أربعة أوميجا نوت أربعة لأن أربعة في واحد ثلاث في واحد اثنين في واحد حسب أوميجا نوت تطلع المضاعفات تطلع فاندمنتال فريكونسي منها كون هاي معني فعلياً هاي مش موجودة أربعة ونص كي تجي أربعة ونص تيجي من أربعة ونص معن كي أربعة ونص كي مستحيل تكون إلا أنت جرب زيرو وان تو ثري فور فايف تمام فهاي بالغية وات إز أصلاً بده يصير واحد وهاي تعرف الواحد عند أوميجا نوت خلص وشو طلب أنا بسألكوا وات إز فاوندمنتال فريكوانتي وات إز فيرست هارمونيك سبوا لي سفيف ماشي هاي الصيغة مكتوبة هارمونيك هاي الصيغة مكتوبة هارمونيك زي غير عن رسم الرسم بعطيكم هذه الحالة الصيغة هاي لما تكون كتابة بتكون هارمونيك What is fundamental frequency? What is first harmonic is equal to 6. وإذا كانت سالب 6 بتاخذها 6. What is C الواحد 6 على 2 اللي هي C الواحد زائد C minus 1 3 زائد 3 أو C 6 على 2 What is phase الواحد 0 بعد تأكد أن أحول الكوساين أو سين تقدر تساين بالصيغة بتشوف شو الفيز تاع الواحد 0 والفيز تاع السالب 1 0 ما فيش زاوية هون طب لو كان في زاوية هذي مثلا ناقص 10 What is phase الواحد العلماء تبقوا إيش العلماء تبقوا إنه هاي phase تبع مين تأخذ سالب عشرة What is phase minus واحد عشرة عكس تمام طب هون تفرق الهارمونيك لو حاط زاوية ما حاط زاوية خلاص هو مش حاط زاوية وطالب منك أصلاً What is C الواحد إنه بالنموذج هون في سؤال سي الواحد طيب حاط زاوية طالب منك What is C هنيك بفيس إذا حاط هون زاوية بس يعني حاط زاوية خلاص توجد زاوية سي الواحد مساوي ثلاثة سؤال صح؟ سي الواحد مساوي ثلاثة سي الواحد زي كورتو ثري يس وسي زيرو أربعة وشو طالب؟ then its Fourier series coefficient سي ون will be ممكن يقول سي نوت تقول السؤال حاط لك أربعة ثلاثة ستة كل خيارات محتملة طلع يحط لك سالب ستة يعني نتفق أو هارمي دائما موجب ممكن يحطها ساين ايش؟ يحطها ساين مش فاهم صاي ما تفرق شيء عن اللي عندك صاي تفرق معك بالفيس بدك سالب 90 بالفيس بس كله مذكور طيب شوفوا لي هذا بعدين نروح على هذا الجواب A continuous time signal is given by x of f of t is equal to u of t minus 3 في plus f of t is equal to u of t minus 3 plus u of t plus 4 احكي لك اذا علمت ان function f of t is equal to u of t minus 3 plus u of t 4 minus t تمام بحكي لك then its Laplace transformation of s will be تحويل اللابلاس بس يعني ايش تحويل اللابلاس واحد على اس واحد شيء صح يو اف تي هبير يو اف تي تساوي واحد على اس تحويلها للابلاس فيو اف تي تحويلها واحد على اس طب هذا شو هو تايم شيفتنج تايم شيفتنج تصير اكسبونيشن اكسبونيشن ايش؟ ما سمعت يعني العلامه اللي تظهر منها داخل انت هنا بتجيب كل اكسبونيشن
نفس الاشاره ماينس تايم شيفتنج بيفور يور سيريز بيفور ترانسفورميشن ولا لابلاس نفس الشيء. اذا كان تايم راح يصير اكسبونشن بالفريكونسي او باللابلاس او بيفور يور سيريز نفس الاشاره. هذا لابلاس في اس تي مكان تي عوض في هيدس زائد يوف ما 4 ماينس تي بسطها مش كان بالضبط في اليوف اليوف تي هاي يقسم على ليه ارتفع معك طبعا بالسيجما يوف تي ماينس 4 شو راح يصير تحديد 1 على اس سيجما شد ماينس 4 اس شو سيجما هون اس اكبر من 0 سيجما اكبر من 0 قول لك الخيار الاول 5 اكسبوننشال ماينس 3 اس اوفر اس ايش اسوي شرفه دقيقه خلص لا بلاس لا بلاس قول لك هذا فانكشن بتاعنا في تي زي شيء بده الاف اس تاعه. طب اليو اف تي لك بير عندك انت عندك بير يو اف تي تحويل واحد اس اصلا تعرف انه هذا الشيء جاي من عبث يعني يو اف تي بالفور ترانسفورميشن شو تحويل هون جي اوميجا دي اس فصار تحويل واحد اس تمام اليو اف تي تحويلها الا بلاس واحد اس اسمع شنو اصلا جايين او حلها حل قانوني شو تكون تمام فيو اف تي تحويلها واحد اس وهذا تايم شيفت بس الاكسبونشال هون مش جي اوميجا تي او جي كي اوميجا تي هون اكسبونشال لابلاس اكسبونشال اس تي مكان تي هون بعوض لان جهه اللابلاس هون جهه التايم او هون كان تايم تمام حلينا شو الخيار الثاني بحكي لك طبعا هون بس السؤال كان في هون خمسه هاي تبعلكم خمسة عشرة أسنى خلاص هاي هون إيش اللي يكون فيها مستحيل نقطة خلنا ندافع فيها السجن تروح على النظام دي إلى الهاب الطريق ومنها كمان قصة لحلها بس حاليا يعني اعتبرها موجود تلخيص بالتفصيل لا أذكر لأنه أقل من خمس دقايق بس لا أذكر على آخر بس خمس دقايق بس شباب البرز عمان إذا بدنا نحن عنه طب يلا الحين السؤال عباره عن انرجي طبعا كله مكتوب بالتلخيص بالتفصيل بده يكتب موجود بليمت او اذا بتحبوا تصوروه اطلع كلنا بس نروح نصور يلا سؤال باور انرجي حط باور مش راح نطلع لا لا يكون دارتين واحد من النموذج بيجي واحد سؤال على الباور واحد سؤال على الانرجي او ممكن جيب باور انرجي هل سؤال عن باور؟ يقول لك باور انرجي الباور افري باور سيجنال از بيرنج سيجنال افري باور سيجنال از بيرنج سيجنال فلما تكون عندك سيجنال هاي راح نشوفها بالتفصيل مثلا بدي اشرح لكم فكره بشكل عام وينها قاعد باور هي السيجنال السالب انفينيتي سي كي تربيع نشوف مثال عليها يقول لك عندك هاي رسمه طيب فهون ايش سي اوف كي او سي او اوتيفا بحكي لك بكل بساطه القاعده يلا بدي الباور توتال الباور شو الباور هون الباور بقول لك بكل بساطه هي بتروح على الدي سي تاخذ دي من حالها بس بتربح هون شو معطيك سي اف ان عادي بتروح على الدي عند الصفر شو بدك بدي الباور توتال كل السيجنال هاي تروح عند الصفر بتوجد قيمه هي 1.5 تربح طب هون مثالين هون سنتر تطلب الباور نفس الباور لا مش لا لا بس احكي لك باور هون انه بدي اوجد باور للسيجنال باور طاقه زيت طاقه الدوله يعني بهالمعنى والانرجي طبعا افري باور سيجنال از بيرنج سيجنال والانرجي شو اسمه ركزوا معي هم لهم مثالين يعني طبعا السريع بس انه المهم الفكره الاساسيه فعند الدي سي ما في اصلا تو هارمي فهي اطر خلص بحكي عند الزيرو خذ القيمه هي 1.5 عند الزيرو وتربحها عند الواحد شو تسوي؟ خذ القيمة ربحها عند الفيرست هارد يعني أوميجا نوت خذ القيمة دي واحد ربحها بس هاي في عندي الأوميجا نوت والسالب أوميجا نوت زائد عند اثنين بوجد القيمة هون اثنين نقربي بس هون اثنين زائد ثالث هون ثالث تربي ضرب اثنين باور زائد بوم تو فايف تربيع بس لها هارمونيك كله هارمونيك مع الدي سي لا صفر خلاص ما ضلش بس عم يقول هاي هيك باور توتال بشكل عام ممكن تقول وات از باور ان دي سي
بس تروح على تيسي شو باور بس واحد مو تربيع وات از باور فيرست هارمك يعني هاي فواحد تربيع ضرب اثنين ممكن يقول لك يعطيك السؤال خدعه يقول لك هاي هي كرسي سي ان تربيع لما يطلب لك باور وات از باور توتال تقول هاي مباشر واحد نص زائد واحد في اثنين زائد هاي اثنين لما اعطيك اياها مربع جاهزه طب لو طلب منك هون هارمك لو طلب منك هون هارمك عارف ايش يعني هارمك اعطيك وات از فيرست هارمك تروح تقول له نوت هي عند هاي ها فاوندمنتال واحد لا تاخذ الجدل معي من سكوير تبغى شو دائما نعطيك برضه هاي بس تمام تمام بدك اياك هارمونيك طب هي تربيع قسم تربيع تمام شو بدك تسوي بدك هارمونيك هارمونيك سيوف ان عادي يعني اخذ الجدل لكل قيمه بتطلع عندك بعدين ربطها فوت اس فيرس هارمونيك يعني عندي الواحد ضرب اثنين فهاي واحد طلعت جدل واحد واحد هي وانت او هون عند السكند والبوينت يعني تحت الجدل طلعت اثنين ضرب اثنين انطلق هارمونيك سيب اثنين على بوينتين يضل انرجي مشروح عليه سؤال شوفوا اثنين ثاني مشروحات عليهم سكند يعطيك العافيه.